طب تعالوا نبدأ مع أول مجموعة. ترتيب المجموعات يا ريت تطلع قدام كمان السادة المشاهدين. ترتيب المجموعات طبعا الترتيب ده دي المجموعة الأولى. اليابان بعد مباراتين 6 نقاط، المكسيك بعد مباراتين 3 نقاط، فرنسا بعد مباراتين 3 نقاط، جنوب أفريقيا على طبعا بعد الجولة الثانية بزيرو من النقاط، وأعتقد خلاص خروجها رسميا من لا ما خرجتش رسميا يعني لسه مازال طيب عندها. تعلق ايه بالنسبة لرؤيتك للمجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى طبعا اليابان خلاص صعب جدا، حتى لو خسرت حتى من فرنسا، اللي فرنسا يهمها ان هي تكسب عشان تبقى 6 نقاط. عندنا مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، هتحاول المكسيك برضه يبقى 6 نقاط، فيبقى فيها الصراع هنا محتدم تماما. يعني أنا شايف إن فرنسا مش هيسلم بسهولة، لازم يكسب منتخب اليابان. مباراة صعبة جدا، اتوقع جينياك يحاول يعمل اي حاجه لمنتخب فرنسا زي ما هو عامل، حتى جاب لهم 4 اهداف، هو هداف البطوله هداف البطوله 4 اهداف، هو الوحيد تقريبا اللي متخطى سن 38 سنه ولا ما اعرفش 36، سنه كبير. فاللاعب بصراحه شايل المنتخب الاولمبي الفرنسي، لا بديل عن منتخب فرنسا الا الفوز، غير كده ممكن يبقى فيه. شايف الاقرب المكسيك ولا فرنسا؟ لا فرنسا رغم ان مبارياتها صعبه، المكسيك يعني اتوقع هتكسب. منتخب جنوب افريقيا عنده فرصه انه لو كسب وفرنسا اتغلبت فيبقى دخل في حسبه الثلاثات، هيبقى هو والمكسيك وفرنسا يبقوا ثلاثات، يبقى عنده امل ولو ضعيف هو هيلعب على كده. اليابان طبعا خلاص هو حسم التاهل المباراتين، شايف ان فرنسا لو عملت حاجه مع اليابان هي موجوده اوريدي، يعني شايف ده اقرب، لان فرنسا نووي اللي لازم تفوز طبعا. يبقى في المجموعه الاولى توقعاتك هو اليابان كده كده وصل، وفرنسا كتاني المجموعه بالظبط. نروح للمجموعه الثانيه، دي غريبه بصراحه. المجموعه الثانيه كلهم 3 نقاط، يعني هيكون عندنا مباراه ما بين نيوزيلندا ورومانيا. اعتقد رومانيا هي اللي ممكن تكون حلق اضعف شويه بسبب النتيجه الكبيره، الخساره مع كوريا الجنوبيه هي دي اللي ماساه. يعني المجموعه قدامنا هو محسن طبعا كوريا الجنوبيه كله عنده 3 نقاط، يعني كله عنده 3 نقاط، وكله فوز وهزيمه فوز وهزيمه، مفيش افضليه لحد على حد. يمكن كوريا شويه عشان هي فازت 4-0 قصدي على رومانيا، ممكن يبقى عندها افضليه، بس رومانيا هزمت الهندوراس اللي هي هتقابل كوريا، يعني المجموعه بصراحه معقده. اعتقد كوريا وممكن نيوزيلندا، الفرص كلها متاحه للجميع، بس اعتقد ممكن يكون دول الاقرب يعني. طيب دي بالنسبه للمجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه مجموعه منتخب مصر اللي طبعا بتضم اسبانيا دلوقتي على راس المجموعه، بيليها في المركز الثاني منتخب استراليا، ثم المنتخب الارجنتيني، ثم المنتخب المصري. جوله صعبه جدا، يعني الارجنتين انت شايف المجموعه دي ازاي وحظوظ المنتخب المصري؟ ان شاء الله اسبانيا ثم مصر، يعني ما فيش حاجه ثانيه غير كده، اسبانيا تكسب الارجنتين. ده تمني ولا رؤيه؟ تمني ورؤيه، لان اسبانيا واجهت انتقادات شديده جدا من الصحافه الاسبانيه، بل انتقادات عنيفه عقب التعادل مع مصر، بعض الصحف وصفتها بالعار. كان في تقليل لينا لكن كان في هجوم على المنتخب الاسباني بشكل كبير جدا. هم قالوا ان احنا كبطل اوروبا وكمنتخب مرشح طبيعي ان كل المنتخبات تلعب قدامنا كده، فاحنا ازاي يبقى لازم يبقى عندنا حل نقدر نكسب المنتخبات حتى لو منتخب فرصه قليله على الورق زي منتخب مصر. فاعتقد هو مش هيبقى عنده حته التهاون او يتعادل او الاوبشن ده مش موجود، خلاص استنفذه قدام مصر، فهو لازم يفوز. فده هيكون طبعا في صالحنا ان انت لو تفوز على استراليا، هو تمني وتوقع ان شاء الله طبعا ان شاء الله. اهم حاجه ان احنا نفوز على المنتخب الاسترالي باي بالزبط. نتيجه في اعتقادي اي نتيجه بالزبط. وانا شايف ان المنتخب الاسباني اعلى كتير جدا من المنتخب الارجنتيني بالزبط. اللي عنده مشاكل هو في على الورق بشكل كبير، يعني المنتخب الارجنتيني على الورق بس. هو توقعات اسبانيا تكسب الارجنتين وان شاء الله مصر تفوز إن شاء على استراليا وكمل المشوار. نبص انا وانت على المجموعه الرابعه، طبعا برضو مجموعه طبعا بتضم البرازيل وساحل العاج والمانيا والسعوديه، برضو مجموعة قوية. يعني دلوقتي الترتيب زي ما حضراتكم شايفين، البرازيل طبعا يعني في المركز الأول 4 نقاط، ساحل العاج في المركز الثاني 4 نقاط فارق الأهداف لصالح المنتخب البرازيلي، ألمانيا 3 نقاط، وطبعا خروج أو رسميا خروج المنتخب السعودي من الأولمبياد بعد جولتين بهزيمتين. شايف برضو المجموعة دي إزاي؟ البرازيل في طريق مفتوح للصدارة، هتقابل منتخب السعوديه اللي هو خرج رسميا وما عندوش حاجه يبكي عليها وما عندوش حاجه يقدمها بصراحه قدام منتخب البرازيل. فاعتقد البرازيل في الصداره ب9 نقاط كامله، توقع وليس 8 طبعا. المفاجاه اكون في وجهه نظري ان كوت ديفوار برجحها ان هي تكسب المانيا في المباراه اللي هتكون فاصله ما بينهم، وكوت ديفوار هو اللي يكمل، ساحل العاج هو اللي يكمل مع منتخب البرازيل.